مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح اليوم الخميس 26 نيسان، واليوم بحلقتنا قربة أيوب، عادة قديمة بتنفرد فيها بيروت على شاطئ الرمل البيضاء. شركة ألفا أطلقت تجارب حية على تكنولوجيا 5G وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن الكاتب والمخرج جورج خاطر، ومعه بنحكي عن العمل المسرحي الجديد اللي بيحمل عنوان حبيب الشعب في وطن يبحث عن شعب، وغوا دبيان اختصاصية بالأمراض النفسية والعقلية، ومعه بنحكي عن هوس السرقة أو الكليبتومانيا. هيدا ملخص عن الحلقة، وقبل كل هالمحطات اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف كيف رح بيكون الطقس هاليومين، ومعنا أستاذ وسام عبد الله على الخط. مرحبا. أهلا صباح. كيفك أستاذ وسام؟ الحمد لله تمام. يعني نحن اليوم وعينا على سيارات موحلة. نعم. وطبعا الشتاء مبين أنه خفيف رح يقوى اليوم. صحيح. نحن هلا بالنسبة للأمطار الموحلة اللي شفناها كانت نتيجة غبرة بفترة معينة مرقت. نعم. هلا الامطار اللي حنشوفها هي امطار ربيعيه، يعني مبدئيا تتراوح حسب المناطق. يعني اليوم طقسنا بالاجمال حيكون اكيد في غيوم، وحيصير في عندنا امطار متفرقه بكل لبنان. في مناطق بلبنان مثل الجنوب وبالبقع ممكن نشوف بعض البرق والرعاد، والامطار شوي بتبقى زياده. يعني رح تكون الامطار اقوى بمنطقه الجنوب والبقع. صحيح. وباقي المناطق رح تكون متفرقة. متفرقة هيدي هي. صحيح. أوكي. الجمعة بكفي طقسنا بطقس غائم جزئيا. أكيد حاسف عنا كمان بدل أمطار متفرقة، أنما بتكون أخف شوي من نهار الخميس. نعم. السبت فينا نقول إنه طقسنا بالإجمال حيكون غائم، بدل في بعض الأمطار المتفرقة لحد فترة بعض الظهر. ابتداء من بعض الظهر بصير يتحول طقسنا لطقس إجمالا غائم، وبتنحسر الأمطار. السبت بعد الظهر. السبت بعد الظهر تدريجيا، يعني أكيد نحس الأمطار تدريجيا. مع هالتغيير رح تتغير درجة الحرارة؟ أكيد طبعا، في عنا انخفاض درجات الحرارة هاليومين الثلاثة اللي جايين. بنبلش اليوم بحرارات على الساحل من 14 لخمسة وعشرين، بالجبال من 10 لثمانتاعش، بالبقع من 9 لأربعة وعشرين. نعم. وبكرة تقريبا ما حيصير في عليها تعديل، يعني ممكن تزل درجة أو تطلع درجة، بس بشكل عام هذه الحرارات اللي حتكون عنا هاليومين اللي جايين. أوكي، شكرا لك أستاذ بسام. لإلك أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله معك. عناوين الصحف مع جوال. مرحبا. صباح الخير لك جوال ولكل يلي عم بتابعونا جولة على الصحف الصادرة لليوم الخميس 26 نيسان. البداية من النهار، سابقة انتخاب المغتربين لا تبدد موجات الشوائب. عون يدافع ويحذر، والحريري في بروكسل يطالب بالمساهمات الدولية للنازحين. ورفع هالعنوان الصورة الرئيسية لليوم بالنهار، وعم نشوف الرئيس سعد الحريري وإلى يمينه الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بمؤتمر بروكسل امبارح. بالعناوين الأخرى، موسكو تنوي تسليم دمشق، دفاعات جوية قريبا. جمال كيكون اليوم أضخم مهرجان للموضة والجمال في المنطقة. بالصفحات الداخلية للنهار، فنجان قهوة يجمع الصحافة بسفراء عرب. قبول الطعن يؤدي إلى فوضى مالية. وأيضا بالنهار، ماكرون يتصدى لمهمة إقناع الأطراف بإطلاق مفاوضات جديدة مع إيران. وختاما، باريس تستضيف مؤتمر مكافحة تمويل داعش والقاعدة. من النهار إلى عناوين الحياة، نتائج متواضعة لمؤتمر بروكسل، وفريق المفتشين يتفقد دوما مجددا. الدول الضامنة تجتمع في موسكو غدا. طهران وموسكو ترفضان اتفاقا نوويا جديدا، والانقسام الأوروبي يترسخ. ماكرون يخشى حربا تشعلها إيران. تأكيد سعودي لاستهداف التحالف رئيس المجلس السياسي الحوثي. العبادي في كردستان وعينه على مقاعدها النيابية. وختاما بالحياة، السعودية أولوية برنامج التخصيص المياه والمدارس. تابع مع عناوين المستقبل، الحريري يواجه العالم بالحقيقة المرة، هذه أولويات لبنان. بروكسل مساعدات ب 4.5 مليارات دولار ودعوات لتحريك السلام السوري. النووي الإيراني، قوى أوروبية تقترب من تسوية ترضي ترامب. ماكرون في الكونغرس. وأيضا بالمستقبل، موسكو سنسلم النظام السوري
منظومات دفاع جوي متطورة. المحكمة الأمريكية العليا تمنع مقاضاة البنك العربي. وختاما بالمستقبل منحوه الكرة الذهبية. جولتنا بتتابع مع عناوين الأنوار. المساعدات من مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين لا تلبي المطلب اللبناني. عون لا تقترع لمن يدفع لأن من يشتريكم يبيعكم. ورفق هالعنوان صورة للرئيس عون وهو عم بوجه رسالته بمناسبة الانتخابات. بالعناوين الأخرى، سفير روسي يقلل من التوتر مع إسرائيل. السيسي نواجه تنظيمات إرهابية تمولها دول. وختاما بالأنوار، استمرار الغارات قرب دمشق. من الأنوار إلى عناوين اللواء، الانتخابات بين تحذيرين، عون من المال الانتخابي والحريري من النزوح السوري. حسابات الحواصل ترفع القلق في العشر الأواخر، وبعبدة والسراي تصران على تمرير الكهرباء. اجتماع في باريس اليوم لإحياء جهود السلام في سوريا. مؤتمر بروكسل يحقق نصف أهدافه، 4.4 مليارات دولار. ماكرون أمام الكونغرس لاحتواء نفوذ إيران. وختاما باللواء، تأكيد سعودي باستهداف القيادي الحوثي صالح الصماد. تابع مع عناوين البلد وبعنوان العريض لليوم، في لبنان دفع انتخابي وفي بروكسل دفع معنوي. بترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار، القوات السورية تستعيد المنطقة خارج العاصمة من المتمردين. عون التصويت واجب وطني. وختاما الحريري يحث على مزيدا من العمل وتعهدات بروكسل قريبة. أيضا بترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور، الاتحاد الأوروبي ينذر لا أحد باستطاعته تصور أننا سنمول الأسد. وختاما النووي الإيراني، الرهان المستحيل لاتفاق جديد. تابع مع عناوين الشرق وبالعنوان العريض لليوم، الحريري في مؤتمر بروكسل، لبنان مخيم كبير للاجئين. الدستوري يبدأ اليوم درس الطعن في الموازنة. وبالعناوين الأخرى، عون للبنانيين، من يشتريكم يبيعكم. ماكرون في الكونغرس، السلام ضروري في سوريا الموحدة. وختاما هرموش يستقيل من المسؤولية السياسية في الجماعة. من الشرق إلى الشرق الأوسط، موسكو تتحدى الغرب بتسليم دمشق S-300. محادثات أمريكية إسرائيلية حول سوريا. ومؤتمر بروكسل يجمع نصف 9 مليارات المطلوبة. حظي باستقبال حار في الكونغرس وحذر من الانعزالية. ماكرون، إيران لن تمتلك قنبلة نووية. بعنوان أخير لليوم بالشرق الأوسط، 6000 دولار تكلفة دقيقة على الهواء للمرشح اللبناني. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين الجمهورية، السلطة تحمي تجار الأصوات. صدام سياسي عنيف يلوح في الأفق. وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان، غلاء البنزين يلهب الجيوب. مع الصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا من بعد مواعيد سقفية وفنية مع جوال.